انا عايز اقول لكم بس ردود الافعال الدوليه كان شكلها عامل ازاي. انا امبارح بصراحه ما كنتش مستني كتير، يعني امبارح واحنا كده بنقول الخبر على الهواء، احنا اول قناه واول برنامج يقول الخبر وتابعناه بشكل كبير، يعني ما كنتش متوقع ابدا ان في دول كتير تقف جنبنا يعني. ويمكن اشرت ساعتها الى فرنسا والى عدد من الدول اللي كان بيحصل فيها مجرد احداث ارهابيه، وبنشوف ازاي ان التكاتف الدولي بيبقى موجود. شفنا امبارح السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وهو بيتكلم عن ان لازم يبقى في مواجهه دوليه للارهاب. عايز اقول لكم ان في عدد من الزعماء ورؤساء دول العالم اتصلوا بالرئيس عبد الفتاح السيسي امبارح بالليل. حصل اتصال هاتفي ما بين الرئيس الامريكي دونالد ترامب اللي اكد من خلاله ادانه الولايات المتحده الامريكيه الهجومين الارهابيين اللي استهدفوا كنيسه مار جرجس بطنطا والكنيسه المرقوسيه بالاسكندريه. واعرب الرئيس الامريكي يعني خالص التعازي في شهداء الحادثين، ما كانتش بتحصل قبل كده دي ما كانتش بتحصل، تمام؟ واكد هو على فكره على ثقه مصر في قدرتها وقيادتها على التعامل مع الموقف ده والتصدي للارهاب، وهو بيقول ان هو بيدعم مصر وشعب مصر في مواجهه الظاهره دي اللي باتت تهدد العالم باسره، تمام؟ ده التليفون الخاص بدونالد ترامب. برضو أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي طبعا عن امتنانه للرئيس الأمريكي على تقديم التعازي في ضحايا الحادثين، وأكد أن الحادث الإرهابي لن يثني الشعب المصري عن الاستمرار في مكافحة الإرهاب الآثم، وأن احنا إن شاء الله تعالى هنقدر أن احنا نعدي، وأن هذا الإرهاب لن ينجح أبدا في إحباط الجهود المبذولة لإرساء دعائم الأمن والاستقرار والتنمية في مصر. وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن تصاعد وتيرة الإرهاب في مختلف أنحاء العالم بيؤكد وبشكل قاطع ضرورة تكاتف جهود المجتمع الدولي للتصدي للإرهاب وتوجيه رسالة حاسمة لكل من يقوم بتمويل المنظمات الإرهابية وتزويدها بالسلاح والمقاتلين، والضرورة تبني خطة شاملة لمواجهة خطر الإرهاب واقتلاع جذوره. كمان تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصال هاتفي من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز عاهل المملكة العربية السعودية، أعرب خلاله عن إدانته واستنكاره للعمليتين طبعا الإرهابيتين، وتأكيده وقوف السعودية مع مصر شعبا وقلبا، وطبعا التصدي لكل من يحاول النيل من امنها واستقرارها. واعرب الرئيس طبعا عبد الفتاح السيسي عن خالص امتنانه لحرص الملك سلمان على تقديم التعازي في ضحايا الحادثين الارهابيين، واكد عمق العلاقات التي بتربط مصر بالسعوديه طبعا وشعب مصر بالشعب السعودي. عايز اقول لكم برضو ان في عدد من الدول اللي زارت مصر في هذا الامر. أقول لكم هذه الدول كان طبعا احنا عارفين الحادث كان شكله عامل ازاي، كان حادث مرير وأليم، بس أنا أطلع لكم الدول كنت كاتبها هنا. طيب كانت أولها أعتقد السفارة الأمريكية كانت اتصلت بوزارة الخارجية المصرية وأدانت هذا الأمر أهو، لقيتها. الأردن أيضا أدانت هذا الحادث وحصل اتصال، العراق، روسيا، لبنان، البحرين، فلسطين، وفي الآخر قطر أدانت أعمال الإرهاب والعنف، وإن هي كانت ضد أعمال الإرهاب والعنف. طبعا احنا شايفين وعارفين أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قال إن لا بد من محاسبة كل الدول بحسم التي تساعد وتساند الإرهاب والتي تمول الإرهاب، وإن احنا كمجتمع دولي لازم كلنا نقف صف واحد لمواجهة هذا الإرهاب، لأن الإرهاب لا وطن ولا دين له. وده طبعا نقطة من النقاط المهمة للغاية. أنا كنت عايز بس أعرف لو في حد نقدر نكلمه من وزارة الخارجية نشوف تعليقات الدول وطريقة التعامل ما بين مصر سابقا ومصر الآن
بعد زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي للولايات المتحدة الأمريكية وروسيا، وخلينا نقول التقارب اللي موجود دلوقتي ما بين الدول الكبرى وما بين مصر، هل المجتمع الدولي أو الدول التانية ابتدت تبص لمصر نظرة تانية شوية، ولا لسه هذه النظرة موجودة زي ما هي؟ وامبارح برضو الرئيس اتكلم عن نقاط كتيرة كمان، مش فقط ان لازم المجتمع الدولي يواجه هذه التنظيمات بمنتهى الحسم، انما ايضا لغة الاعلام، وان الاعلام لازم يبقى له دور في توجيه صورة واضحة للمواطن المصري، وان لازم يبقى الاعلام يشكل وعي الدول ووعي الناس. عايز اقول لكم ان فعلا النموذج ده لابد ان احنا نركز عليه الفترة اللي جاية، وهبقى احكي لكم قصة كده عن ازاي للأسف الشديد احنا كمصريين ببعض الاعمال السينمائية والدرامية لا نؤثر فقط في مصر انما في الوطن العربي ككل، في السعودية وفي عدد كبير جدا من الدول. طيب أنا